السلام عليكم. خطوة جديدة يقوم بها التحالف العربي تجاه الوضع الإنساني في اليمن، حيث أعلن وزراء خارجية التحالف يوم الاثنين عن إطلاق عملية إغاثية شاملة تتضمن عددا من الخطوات، أبرزها فتح جسر جوي بصورة يومية بين الرياض ومأرب، وإنشاء 17 ممرا للعبور الآمن لمنظمات المساعدات الإنسانية. كما ستصل المعونات الغذائية عبر منفذي الخضراء والوديع البريين، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية بما يسمح باستلام المساعدات والشحنات. وفي اجتماع الخارجية أيضا تعهد التحالف بتقديم 1.5 مليار دولار في إطار حزمة مساعدات إنسانية جديدة للبلاد، جهود يأمل اليمنيون أن تثمر هذه المرة وتنعكس على حياة من يستحقون تلك المساعدات وعلى أمنهم الغذائي بشكل واضح وملموس، خصوصا عقب موجة السخط التي عمت الشارع اليمني، وهو يتابع تصريحات شتى عن المبالغ المهولة التي يعلن عنها والمخصصة للإغاثة لكنها لا تصل إليهم كما ينبغي. فكيف يمكن ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لإنهاء معاناتهم ويتعافى اليمنيون من شبحي الجوع والأوبئة هذه المرة فعلا؟ وهل تمضي هذه العملية بالتنسيق مع الجهات السابقة ذاتها أم أن هناك خطوط مباشرة تصل للمدن والقرى؟ وكم مدة هذه الرحلة المرحلة التي دشنت أخيرا؟ هل ستستمر حتى القضاء على مهددات الجوع والأوبئة؟ مشاهدينا الكرام، المعركة الإنسانية كما يبدو حاليا لا تقل شأنا عن المعركة العسكرية، فيرى المراقبون أن تداعيات إطالة أمد الحرب تنعكس بصورة أكثر سوءا على الوضع الإنساني الذي يشمل كل مدن ومناطق اليمن حتى تلك التي لم تطالها رحل الحرب. نناقش تلك الأسئلة ونحاول الإجابة عليها بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. التحالف العربي يعلن إطلاق عملية إغاثية شاملة في اليمن. هذه العملية جاءت بالتزامن مع الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في اليمن، وتبدو هذه الخطة استجابة متأخرة للحالة الإنسانية في اليمن المتفاقمة منذ سنوات. وفقا للبيان الختامي لوزراء خارجية دول التحالف العربي، فإن إجراءات جديدة لضمان وصول المساعدات عبر إطلاق ما أسموها عملية إنسانية شاملة تتضمن عدة مبادرات، منها تخصيص 30 إلى 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية. العملية بدأت بتدشين جسر جوي إلى مأرب للأعمال الإغاثية العاجلة، وصلت العديد من الشحنات عبر الطائرات، كما تم إعلان فتح معبر الخضراء على الحدود السعودية اليمنية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتجهيز 17 ممرا بريا آمنا وستة مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات. العملية الإغاثية تضمنت تفاصيل عديدة، من بينها تمديد فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما، وزيادة عدد مفتشي الأمم المتحدة إلى 10 موظفين بعد أن كانوا 4، في إشارة إلى توسيع دخول المساعدات. على صعيد الأرقام، تم الحديث عن 1.5 مليار دولار تم تخصيصها للإغاثة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها لجميع المناطق في البلاد، في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص المناطق التي تعيش مجاعة قاسية. الجهات الدبلوماسية في دول التحالف تشير لأن الإسناد لليمن لن يقتصر على الإسناد المالي، في إشارة إلى أن ثمة عملية إسناد واسعة ستشهدها اليمن وفقا لتصريحات الجهات السياسية والدبلوماسية. ويبقى التساؤل المهم عن إمكانية وصول المساعدات الإغاثية لمناطق مثل البيضاء وتعز وإب والساحل الغربي، وكيف بإمكانها الوصول من مأرب إلى تلك المناطق عبر الطرق المسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي التي اعتادت على نهب الإغاثة. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الهاتف بداية الأستاذ جمال بلفقي، مستشار وزارة الإدارة المحلية ومنسق ائتلاف الإغاثة الإنسانية من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. فنور. أستاذ جمال، بداية، إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن عدة مبادرات، حيث قدمت دول التحالف ما يعادل 1.5 مليار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني. برأيك بهذا المبلغ كم عدد المستفيدين منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سرعة الاستجابة من التحالف في إغاثة الشعب اليمني حسب البيان لوزارة الخارجية مجلس التحالف، طبعا هذه المعالجات الجديدة هي أتت بنداء الاستغاثة ونداء فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لنقد الاقتصاد اليمني، وكذلك خطة العمل القادمة بالنسبة للتحالف هي
دليل واضح. اولا هي الشيء الجميل في انطلاق العمل الاغاثي انها شملت التنميه، وهذا الشيء هي برضه اللجنه العليا للاغاثه هي مرحلتها الثانيه، هي تفكر ان تكون المرحله الثانيه في العمل الاغاثي هي التنميه وتطبيع الحياه، وكذلك لبعض المشاريع الصغيره التي ممكن يستفيد منها المواطن لاستبدال العيش، الى جانب العمل الاغاثي التي تتوصل اليها في المناطق التي تم تحريرها والذي لم يتم تحريرها. طبعا الجسر الجوي اللي بيستمر 8 ايام بدايه من امس في مارب، وفتح حوالي 17 ممر بالنسبه للممرات امنه لوصول العمل الاغاثي، لدعم المنظمات المحليه لتوصيل العمل الاغاثي الى كل الجهات موجوده. ونحن كذلك اذا لم تاتي المنظمات الدوليه تفتح مكاتبها في عدن، والذي لم تقوم بعمليه الاستراتيجيه اللي وضعتها الحكومه ممثله برئيس لجنه الاغاثه عبد الغني فتح، بأن يكون العمل الإغاثي يشمل 8 مراكز إغاثية لا مركزية في العمل الإغاثي، لكل يوصل الإغاثة إلى كل المناطق في اليمن. فمثلا عند مارب توصل 4 محافظات، عدن 7 محافظات من ضمنها إبو تعز التي ستوصل إليها الإغاثة عن طريق ميناء عدن، صنعاء 4 محافظات، الحديدة 4 محافظات، وحضرموت 4 محافظات. غير هكذا ستبقى العملية الإغاثية مستمرة تتروح مثل ما راحت سابقية. $1.5 مليار هي استجابة سريعة لاستراتيجية الأمم المتحدة الذي هو 2 مليار و800 مليون دولار، حوالي 65%. نتمنى من المنظمات الدولية أن تنسق مع اللجنة الإغاثة من الحكومة اليمنية التي هي تسعى دائما بحشد. نعم، هل تواصلتم مع هذه المنظمات أستاذ جمال وأخبرتموهم بضرورة فتح المكاتب، خصوصا أن هناك تسهيل من قبل يعني سواء فتح الممرات المائية أو البرية حتى؟ طبعا احنا نتواصل معهم باستمرار، لكن لحد اليوم الليله لم تاتي مكاتبهم. رفعوا عدد موظفيها داخل عدن، لكن هذا لا يكفي اذا لم تفتح المكاتب الرئيسيه في عدن. المراكز الرئيسيه لو فتحت في عدن سيسهل علينا لايصالها الى عده محافظات عن طريق شركائنا المحليين او حتى عن طريق شركائهم. طبعا احنا في ميناء عدن نقدم جميع التسهيلات لهم الى عده مواني موجوده، من المخا، من الجيزان، كذلك معبر الخضراء الجديد اللي فتح. هذه كلها توصل لمناطق كثيره. لا، الغاثه الجسر الاغاثه اللي وصل من امس الى 8 ايام قادمه وصل في مناطق لا كان الاغاثه صعوبه يوصل اليها. بالنسبه لاي منطقه ما هي هذه المناطق الجديده التي دخلت ضمن الإغاثة، يعني خاصة وأنك تقول أن كان هناك صعوبة في الدخول إليها، مثل ماذا؟ صعيب طبعا في مناطق اللي هي كانت تحت سيطرة الحوثي وصلت إليها هذه المناطق، كذلك مناطق اللي هي مناطق وعرة هي في طريق شبوة، في مناطق اللي هي كانت بعيدة عن طريق الممرات الموجودة. فتح الممرات هذه بتسهل عملية الإغاثة وصولها إلى عدة مناطق، إلى البيضاء، الى عده الاشياء، يعني سواء كان عن طريق المعابر الرئيسيه او عن طريق المنافذ البحريه اللي هي موجوده في السابق. كذلك يعني تمديد 30 يوما لمين الحديده يعطي فرصه اخرى بان توصل الاغاثات الى المناطق اللي هي تحت سيطرتهم. لكن هل تتاكدون من هذا الامر استاذ جمال؟ يعني الجميع يتحدث عن يعني الحديده التي يعني الان سيمدد الميناء فتح الميناء فيها 30 يوم، هي اكثر يعني من اكثر المدن تعد منكوبه في مجال الاغاثه الانسانيه وفي مجال الصحه والاوبئه ايضا. يعني ما مدى ثقتكم بان هذه المواد الاغاثيه ستصل لمن يستحق؟ المواد الاغاثيه توصل عليها منحه تغريمه في المناطق التي حررت، منطقه وصلت اليها الاغاثيه عن طريق الهلال الاحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان. لكن نحن الان مشكلتنا الاساسيه الان اللي نطلقنا عليها لازال استغاثه، وهو النازحين. وصلوا النازحين لحد اليوم في خلال الفتره الماضيه فقط 5600 نازح من منطقه الحديده، وهذا النازح نحن طلبنا من المنظمات سرعه الاستجابه وسرعه التوجه الى اغاثتهم. يعني طلبنا منهم كذلك ان هذه في فبراير اعلن عن بني حديده ومنطقه حيس ومنطقه تحيته هي اشد مجاعه واشد مناطق تحتاج للاغاثه. الان هذه المناطق وصلت الى اغلبيتها وصلت الى الكنازحين، سواء كان في مارب
أو في عدن. فمثلا في مارب قدمت لهم الخيام من مركز الملك سلمان، قدمت العملية الإغاثي، وزعت السلة الغذائية إليهم، والآن جاهدين أن توصل إليهم عدة إغاثات كثيرة لعملية لإنقاذ الأطفال والنساء. لكن المنظمات الدولية هي لا زالت تمشي على حسب برامج معينة، أحيانا تكون تتأخر، وإنما جهود قدمت جهود كبيرة برضو، لأن 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 لا نقول غير أن احنا نشكر لكل من قدم أي جهد لإغاثة الشعب اليمني. لكن نتمنى في 2018 تتغير أسلوب الإغاثة بالنسبة لتوزيع. نعم، نتحدث عن هذه النقطة أستاذ جمال، يعني مسألة كيفية التوزيع والأسلوب الجديد المتبع لتوزيع هذه المساعدات الإغاثية. ابقى معنا أستاذ جمال. ينضم معنا أيضا الأستاذ فؤاد بارابود، رئيس منظمة إغاثة للعمل الإنساني من سيئون، من سيئون. نعم، عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فؤاد. يا مساء النور والسرور، حياكم الله قناة بلقيس، أشكركم على الاستضافة هذه من خلال هذا المنبر الإعلامي المتميز. أهلا بك أستاذ فؤاد. يعني جسر جوي بين الرياض ومحافظة مأرب اليمنية لنقل مساعدات إغاثية بما يقدر بمليار ونصف المليار، ما هي معلوماتك حول هذا الجسر؟ حقيقة هذه خطوة متميزة قام بها التحالف من خلال اللقاء الأخير للمعنيين في الدول التحالف الداعمة للشرعية، وهي خطوة متميزة جدا لإخراج اليمنيين وإخراج الشعب اليمني من المعاناة التي يعاني منها منذ أكثر من 3 سنوات، منذ أن حصل الانقلاب الحوثي على الشرعية. نعم، هي خطوة رائعة، خطوة متميزة، ونأمل أن يكتب لها النجاح من خلال التنسيق والترتيب أيضا مع منظمات المجتمع المدني، مع المؤسسات العاملة والفاعلة والتي أثبتت خبرتها وإنجازاتها من خلال العمل في المرحلة الماضية، علما بأن مركز الملك سلمان متواجد دائما في مأرب وفي كثير من المحافظات المحررة، والتي استطاعت الشرعية أن توجد شيء من بالتنسيق مع التحالف. نعم أستاذ فؤاد، يعني هل هناك خارطة واضحة لهذه المساعدات؟ حقيقة الأمر لا زال بالتنسيق مع مركز سلمان، ونحن كمؤسسة إغاثة العمل الإنساني وأيضا بالشراكة مع بقية المنظمات المجتمع المدني الموجودة في مأرب وفي حضرموت، يعني أقولها بصراحة لم ندعى للتنسيق والترتيب إلى الآن. أتوقع أنه خلال إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون هناك معنا بعض الترتيبات لتنفيذ هذه الحملة إن شاء الله عز وجل لتصل إلى مستحقيها، لأنه حقيقة المعاناة كبيرة جدا والمأساة كبيرة جدا، خاصة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني، والتي وصلت إلى أن انقطعت مرتبات معظم الناس منذ أكثر من 15 شهرا، وموظف الدولة لا يستلمون رواتبهم. نعم صحيح، الخدمات الأساسية منقطعة تماما، من غذاء، من مأكل، من مشرب، فكل هذه إن شاء الله ستكون حل جزئية بسيطة من المشكلة، ولن تكون حل المشكلة بشكل عام إلا بإنهاء الانقلاب الذي يعني استطاع. نعم، لكن استاذ فؤاد، هناك من يخشى يعني ان تذهب هذه المساعدات كما ذهبت التي قبلها، يعني مساعدات بما يعادل مليار ونصف، هل هناك يعني ضمانة كافية لوصولها لمن يستحق، لعدم التلاعب بها، لعدم ليس فقط ضمان وصولها في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، ولكن ايضا في مناطق الشرعية يوجد تلاعب وفساد كبير في مسألة الإغاثة الإنسانية؟ يحصل مثل هذا، لكن ايضا اطلاق التهم على اطلاقها كذا على الناس ان هناك تلاعب وكذا ما اتوقع انه لهذا الحد يعني. لكن بالنسبه للسلطه المحليه لدينا في مأرب هناك تنسيق واضح، هناك تنسيق جيد، وسلطه محليه كفؤه تعتبر بقياده اللواء سلطان العراده. حقيقه من خلال تجربتنا في العمل الاغاثي في الفتره الماضيه 3 سنوات الماضيه كانت تصل الى مستحقيها عبر تلك المنظمات، وايضا جاءت دعم من مركز الملك سلمان، من الهلال الاماراتي، من اكثر من جهات دوليه. هذا الجسر وهذه الخطوه الان الجباره والكبيره لا شك انها تحتاج الى ترتيب اكثر والى تنسيق اكثر حتى تصل الى مستحقها. نامل ان شاء الله ان يكون القائمين على الحمله وناس ابقار وناس جيدين بحيث انها تصل الى مستحقها ان شاء الله تعالى.
نعم أستاذ فؤاد، يعني تحدث معنا الأستاذ جمال بأن هناك يعني في كل منطقة تتركز معها أو هي مركز لعدة محافظات، مثلا في سيئون حضرموت، يعني حضرموت تابع من هي المحافظات التي معها لأجل توزيع هذه المساعدات؟ يعني كما نعلم هناك محافظات منكوبة لا تصل إليها المساعدات منذ بدء الحرب كالبيضاء وتعز، ماذا عن حضرموت؟ الإشكالية في المحافظات التي يسيطر عليها الكوفي هناك صعوبة كبيرة في أن تصل المساعدات إليها، لأنه حينما تصل إلى النقاط إما تصادر إما تؤخذ بهذه الطريقة أو بتلك. أما بالنسبة للمحافظات التي تحت سيطرة الشرعية فتصل المساعدات، ربما هناك تكون أخطاء عند التوزيع، ربما إلى اجتهادات يعني يغيب بعض أحيان العمل المؤسسي فيها إلا أنها تصل لمستحقيها. بالنسبة لحضرموت هناك أيضا منظمات فاعلة كائتلاف السيد حضرموت، وهو يعتبر من الائتلافات التي أثبتت جدارة في تنفيذ كثير من المشاريع في حضرموت وفي عدن وفي مأرب وفي الجوف وفي كثير من المحافظات حتى وصلت إلى المحافظات يعني عدن لاحق أبين استطاعت أيضا تمثل كثير من مشاريعها. فائتلاف السيد حضرموت يضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، وهنا حقيقة يعني استغل هذه الفرصة لأشكرهم أن يلزموا بجهود جبارة. في مأرب نحن أيضا في مأرب الترسيب مع بقية شركائنا الموجودين في مأرب، هناك ترسيب جيد إلى حد مقبول ومع السلطة المحلية أيضا بإشرافها إشراف مباشر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك فؤاد بارابود رئيس منظمة إغاثة للعمل الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني أود أن أسألك عن مدى تفاعل المجتمع الدولي مع هذه الحملة، خصوصا يعني أنها تعد ما يعادل نسبته 43.1% يعني حسب الإحصائيات من نسبة الاستقطاع في الاستجابة لعام 2018. هل يعني هناك صدى لهذه الحملة؟ هل هناك تعاون؟ هل هناك تجاوب معها؟ طبعا هي بالنسبه للحمله العمل خطه الاستجابه للامم المتحده هي تحاول قدر المستطاع. نحن بالنسبه للجنه العليا للاغاثه والحكومه نتمنى ان تاتي مكاتبهم لعدن لعمل استراتيجيات فتح لهم ممرات امنه للمناطق اللي هي توصل اليها. طبعا في المناطق اللي هي تحت سيطره الحوثي فقبعه الامم المتحده يجب ان توصل الى هذه المناطق بالطريقه الصحيحه بتوزيع يعني عادل اليها، لكن للاسف الشديد احيانا الشركاء اللي معاهم لا يكونوا ذات مصداقيه في العمل الاغاثي في مناطق التي تحت سيطره الحوثي. نعم، كيف تتجاوزون هذه النقطه؟ لكن بالنسبة لنا كذلك الأمم المتحدة المصاريف التشغيلية ومصاريف الإدارية كبيرة جدا توصل لحدود 55% من إجمالي المبالغ التي تعطى إليهم، وهذه المبالغ التي تعطى إليهم تأثر كثير في إيصال الإغاثة بشكل كبير. ولهذا مركز المكس المام للهلال الأحمر الإماراتي ضاعف العمل الإغاثي ويحاول أن يوصل عن خلال مركز المكس المام اللي هو متواجد على الأرض والهلال الاحمر الاماراتي حرص بفرق معينه باصل على الارض، فهي توصل للمناطق، فهي شريكه اساسيه للحكومه وشريكه اساسيه لايصال الاغاثات، وكذلك سواء كان في البنيه التحتيه سواء كان في رفع القدرات المواني. والان احنا كخطه شامله بعد زياره السفير السعودي الى عدن فكانت طموح كثيره وامال كثيره في 2018 استراتيجية كبيرة في العمل في رفع العمل الاقتصادي وكذلك في عملية وصول السفن التجارية وصول الوقود للمناطق التي تحت سيطرة الشرعية، وإن شاء الله في خلال الفترات القادمة ستخف كثير. يعني مثلا البترول والديزل هو بدأ يستخدم المحطات، الغاز بدأ ينقص سعره، الدولار بدأ ينقص سعره، كل الأشياء هذه بشكل عام يعني هي يعني جهود كبيرة تعملها الحكومة من أجل الانتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة البناء والتنمية. نعم أستاذ جمال، يعني يقول خبر أن 8,400,000 نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، يواجهون أيضا خطر الجوع بزيادة نسبتها 24% منذ إبريل 2017. ما الذي سيتحقق من خلال هذه الحملة الإغاثية إذا هذا الارتفاع الكبير الذي يواجهكم عاما بعد آخر؟
طبعا هو الامور بالنسبه لعمليه المجاعه وعمليه الاحتياج الكبير في المناطق تحت سيطره الحوثي في المناطق المحرره لا توجد هذه الارقام بشكل كبير، لكن يوجد احتياج موجود. حجم الكاثره واستمراريه الحرب هو تخلق يعني ازمات كثيره واحتياجات كثيره. نحن في كذلك احنا باستطاعتنا ان احنا نوصل بالمناطق اللي نقدر نوصل اليها بالتعاون من الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه والامارات اللي تجاوز كثير من المحن وكثير من الاشكاليات. لكن بالنسبه للمناطق اللي تحت سيطره الحوثي عدم الرقابه فيها وعدم الوصول اليهم، فلقد نتصل اليها الا عبر شركائنا معينين من المنظمات المحليه لايصال بعض المناطق اللي توصل لهذه المناطق. احنا عندما نتكلم احنا على النزوح الان بالكامل لا نجد ان في تفاعل شديد من المنظمات الدوليه لعمليه النزوح، غير ان لما اعلن ان 50 مليون دولار سوف يعمل في عملية النزوح. بدأوا يتعاملون على المسح ويحاولوا يدوروا على البيانات موجودة. نحن نتكلم على البيانات، نحن مش محتاجين لبيانات مستمرة، نحن نعيش في حالة حرب وفي حالة احتجاج مستمر. يجب على المنظمات ومفترض على المنظمات أنها توصل مباشرة، تكون عندها مخزون استراتيجي في أي لحظة وفي أي وقت. يعني إلى أن كذلك احنا طالبنا من المنظمات الدولية وكذلك عبر السلطات المحلية أن يفتحوا مناطق خضراء لعمل استقبالي، يعني بفتح مراكز استقبال للنازحين للإيصال إليهم بشكل سريع. نعم. إذن شكرا جزيلا لك فؤاد، عفوا جمال بالفقيم، مستشار وزارة الإدارة المحلية ومنسق ائتلاف الإغاثة الإنسانية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ماجد بن كاروت، وهو مدير مؤسسات إزرع بسمة الخيرية. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، أهلا بك أستاذ ماجد. بداية يعني نود أن تحدثنا عن موقعكم في العمل الإغاثي الذي أعلن عنه مؤخرا في اجتماع وزراء خارجية التحالف. الحقيقة أن الاجتماع الطارئ الذي حدث بين وزراء خارجية لدول التحالف تحديدا كان مفاجئ للجميع، وأيضا من الملاحظ أن المساعدات اللي تبنوها اللي هي بليون ونصف تذهب للمليار هدف. نعم أستاذ ماجد، يعني أنتم ما الذي يعني هل أنتم شركاء محليين مع التحالف في توزيع هذه المساعدات؟ ما فيش خطة إلى الآن، إلى هذه اللحظة لا يوجد خطة حتى لدى اللجنة العليا للإغاثة كيفية ستصل هذه المساعدات. يعني أعلنوا أن في مساعدات وحركوا الطيران وفتحوا المجالات، لكن كيف التوزيع، كيف خطة التوزيع إلى هذه اللحظة لا يوجد أي بصير، يعني أي أمل في اتجاهها بالطريقة الصحيحة للوصول إلى المضررة من جراء الحرب الدائرة. نعم. يعني تتوقع أن يعني لن تتوزع بشكل صحيح طالما أن هناك لا يوجد خطة لتوزيعها أو لخارطة توزيعها؟ المشكلة في الإغاثة بشكل عام في اليمن أن نعم أستاذ ماجد، هو عبارة عن قسمين، القسم الأول وهو ما تحت يد ميليشيات الحوثي وتتصرف فيه عبر المؤسسات التابعة لها، نفس الطريقة لدى الشرعية أيضا في منظمات أو ائتلافات محددة هي المسيطرة على العمل، نعم يذهب كل العمل الإغاثي إلى جهات محددة ولا يصل إلى المنظمات الحقيقية والفعلية التي في المحافظات. نعم، أود أن أسألك عن محافظة البيضاء أستاذ ماجد، يعني ما الذي يصلها أو ما الذي قد وصلها من قبل؟ هل يوجد لديكم تنسيق مع مثلا مركز الملك سلمان، مع الحكومة في مأرب، مع أي جهة إغاثية تمدكم بأي شيء للمحافظة؟ مركز سلمان قدم مشكورا عدد من المساعدات. نعم. لكن ايضا في اختيار الشركاء كان اختيار سيء، مما ادى الى ان المساعدات تذهب في غير طريقها، تذهب الى اطراف محدده.
من تقصد؟ وضح أكثر أستاذ ماجد، يعني من تقصد، من هي الجهات التي يعني تذهب إليها المساعدات وهم ليسوا بحاجة إليها؟ مثلا في بعض الأماكن يتم مثلا إذا نزل مركز سلم المساعدات تأتي الهيئة أو الهيئة الكويتية وتوزع في نفس المكان، تأتي منظمات محلية وتوزع في ذات المكان، في ذات المناطق التي تم التوزيع فيها. يعني لا يوجد إدارة توزيع وإشراف مباشر على المستفيدين أو توزيع عادل لهذه الإغاثة بشكل عام. نعم، إذن ما هو نصيب البيضاء سابقا حتى يعني على الأقل يتم تلافي الأمر مع هذه المساعدات؟ في أول تدخل لمركز سلمان قدموا 15,000 سلة غذائية لم تصل للبيضاء سوى 3,000 إلى 4,000 سلة غذائية. في التدخل الثاني لمركز سلمان أيضا تدخل ب 17,000 سلة غذائية لم يصل إلى البيضاء تقريبا إلا 8,000 سلة غذائية. نعم، ما حجم المعاناة إذا في البيضاء؟ حدثنا عن ذلك، يعني مسألة الإغاثة، يعني حجم المشكلة، حجم ويعني وعلاجها، هل هو يوازي هذه يعني الاحتياج الإنساني في البيضاء؟ أكيد البيضاء هي نعم أسمعك الآن أستاذ جمال، يبدو أن هناك إشكالية في الصوت، لا بأس. البيضاء عبارة عن منطقة وسطى بين الشمال والجنوب، وهي المساعدات إما تأتي من الجنوب وتذهب إلى المديريات المحاذة للجنوب ولا تدخل إلى المناطق اللي فيها أو أكثر فقرا، مديريات أكثر فقرا، ونفس الطريقة التي تأتي من الشمال تذهب إلى المديريات التي هي خاضعة أو أكثر استقبالا للطرف الآخر. نعم، مما جعل المناطق الوسطى بالمديرية بشكل عام، المديريات الوسطى لم يصلها أو لم تدخلها هذه المساعدات بحجة أن الشعار مثلا شعارات المركز موجودة ولا يسمح بتوزيعها داخل المديريات هذه، مما يتيح مجال للعبث والتوزيع بطريقة غير ملائمة. نعم، اتضحت الفكرة. نعم أستاذ ماجد، يعني نتمنى أن يتم يعني إصلاح هذه المسألة وإيصال ما تستحقه البيضاء من معونات من خلال هذه الحملة الإغاثية الجديدة. شكرا جزيلا لك ماجد بن كاروت مدير مؤسسة إزرع بسمة الخيرية، كنت معنا عبر الهاتف. ومشاهدينا الكرام نستكمل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. الأرض
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الأستاذ أمين المشولي، رئيس الدوري لتحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية بتعز. مساء الخير أستاذ أمين. مساء النور أختي العزيزة. أستاذ أمين، يعني بصفتك عامل في المجال الحقوقي وعلى اطلاع بمدى المأساة التي يعني تلف مدينة تعز بالذات وخاصة منطقة الوازعية، دعنا نتحدث بداية عن مأساة الوازعية التي يعني تحضر كمأساة ولكنها للأسف الشديد تغيب أمام الأنشطة الإنسانية والإغاثات والمساعدات، لماذا برأيك؟ طيب بداية أختي العزيزة أشكر هذه القناة المقرة التي بدأت وما زالت وستظل تلامس حاجة المجتمع وآلامه وتعاني التي تعاني منها هذه المنطقة. وفي البداية أيضا أعزي هذه القناة العظيمة بوفاة أخي وصديقي الأخ محمد القدسي الذي ذهب إلى الله عز وجل شهيدا حينما ذهب رحمة الله عليه التي كانت بالأمس. رحمة الله عليه وأجرك عليه. تفضل. بالنسبة لما يدور في هذه المديرية، مديرية الوازعية، هذه المديرية التي ما زال الحصار عليها منذ 3 سنوات وما زال الناس مشردون في كل مكان، انطلق بعضهم شمالا في اتجاه الفديدة ثم وحينما اشتدت المعارك هنالك في منطقة حيصة البراح عادوا أدرجهم إلى جنوب المديرية في محافظة لح، ومنهم من اتجه إلى عدن وبعضهم في مدينة تعز مناطق. نعم. لو تحدثت عن حالة واحدة حصلت خلال الأسبوع الماضي أن بيتا انفجر في إحدى القرى المجاورة لهذه المديرية حينما نزح صراحة ضحية هذا البطارية للطاقة الشمسية انفجرت، صراحة ضحية هذه الأسرة 3 من الأطفال ماتوا جميعا وأمهم في هذه اللحظات يتم الاستعداد لترحيلها إلى الهند، فقد أصيبت بالفرق من الدرجة الثالثة، نسأل الله عز وجل أن تكون على ما يرام، ولكن ما أخشى أن تلحق بأولادها كيف بهذه المرة حينما تصحى من غيبوبتها لقراءة أطفالها 3 قد ماتوا، هم الآن يا أختي العزيزة يقولون لها أن أبنائك ما زالوا أحياء وهي لا تعلم أنها 3 قد ماتوا. نعم. الوضع الإنساني اليوم مأساوي جدا، ما زال الناس لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم، لا يستطيعون العودة إلى أعمالهم، وهم في احتياجات متعددة، الاحتياجات التي يريدونها اليوم الإيواء، الغذاء، ثم بعد ذلك الوضع الصحي. لو تحدثت عن الوضع الصحي تحديدا ليكن في علم الجميع أن هذه المديرية لا يوجد فيها إلا مساعد طبيب واحد تم ترحيله في الأسبوع الماضي من هذه المديرية، وغصبا عنه بعد أن حصلت بينه وبين الفلسطينيين مشكلة، هذه المديرية لا يوجد فيها ولا مركز صحي واحد، صيدلية واحدة لا يتجاوز كل ما فيها من الأدوية 100,000 ريال. ماذا ننتظر من هذه الصيدلية أن تقوم بهذه الأشياء؟ نعم. طيب يعني منطقة الوازعية والمشاولة أيضا أستاذ أمين، يعني كيف تفسر غياب المنظمات إلى هذا الحد عن هذه المنطقتين يعني والقيام بدورها الإنساني والإغاثي الواجب عليها؟ للأسف الشديد المنظمات التي تعمل في هذا الجانب معظمها إن لم يكن كلها لا تبحث إلا عن الربح، واعتذر عن هذا اللفظ، مديرية الوازعية تبعد عن مركز المحافظة 128 كيلومتر، هذه المنطقة التي توجد فيها لا عدسة للتصوير لتنقل هذه المأساة، ولا توجد فيها إلا جبال شاهقة لا يستطيع أن يتنقل فيها الذين يذهبون إلى هذه المناطق من أجل الإيواء أو من أجل إغاثة الناس. هؤلاء هذه المنظمات حتى اللحظة بالأسبوع الماضي تواصلت مع الأخ مدير المديرية حكى لي أنه يتابع برنامج الغذاء العالمي في عدن، ولكنه عدد فيصلين وقال أن وضعهم لم يستقر بعد، وحينما سيبدأ الاستقرار قد ينطلقون عن طريق الميليشيات. المشكلة أختي العزيزة أن المناطق الخاضعة للشرعية والذين ينزحون فيها، كنت على اتصال قبل ساعات مع أحد النازحين يقول لي والله يا أخي أنه أفضل لنا أن نذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات تحديدا، لأن فيها من الغذاء وفيها من الدواء وفيها من الإيواء أكثر ما نجده في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. هذه الأشياء التي أضعها أمامك وأمام المنظمات العاملة في هذا الجانب يجب أن يركز الآن كل المنظمات العاملة في هذا الجانب للانطلاق إلى تلك المخيمات التي بدأت تحديدا في مديرية المعافر وفي الشمايتين، وخاصة ونحن الآن
في فصل الشتاء والصقيع ينتشر وبعض الأمراض التي بدأت تنتشر بسبب البرد، هذا يجعل الناس بحاجة ماسة إلى الإيواء وإلى الألبسة القطنية التي يلبسها الناس في فصل الشتاء. نعم، إذا اسمح لي أستاذ أمين أن أعود إليك، ولكن بعد أن ينضم معنا الأستاذ محمود سعيد مدير مؤسسة ينابيع الخير من الخوخة. مساء الخير أستاذ محمود. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمود. عودة إليك أستاذ أمين. أستاذ أمين، خرج وزراء خارجية دول التحالف بمشروع إغاثي إنساني كلفته $1.5 مليار يغطي كافة المحافظات حسب ما تم إعلانه. هل هناك تنسيق بينكم وبينهم لوصول الإغاثة في هذه المناطق التي لم يصل إليها شيء بعد؟ يتحدث عنها التحالف العربي، وبدأت الطائرات تأتي تباعا إلى المطار الذي تم إنشاؤه في مدينة في محافظة مأرب. هذه خطوة نوعية، فالآن ما على المنظمات الدولية إلا أن تتجه، لأن كان المخرج الوحيد أو المدخل الوحيد عبرين للمواد الإغاثية هو ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الميليشيات. كانت من يومها تستطيع دول التحالف أن تأتي بالبدائل كما عملت دول التحالف في البوسنة والهرسك حينما أرسلت المواد الغذائية من السماء، ولكنها اليوم وأخيرا استطاعت أن توجد ميناء بريا الذي هو مطار مأرب البري من أجل احتضان هذه المواد الغذائية. نحن اليوم أختي العزيزة هنا في محافظة سعيد لدينا مشاكل كبيرة جدا. هذه المشاكل نحن اليوم نضعها، وأظن الأخ الدكتور أمين محمود محافظ المحافظة قد طرح في الأسبوع الماضي هذه القضايا على الإخوة في مركز الملك سلمان، ولعله كانت من ضمن الأشياء التي تم مناقشتها اليوم مع الأخ رئيس الوزراء في العاصمة المؤسسة عدن. نحن في محافظة سعيد أختي العزيزة وفي مديرية الساحل بشكل عام، أريد أن أوجه رسالة إلى هذه المنظمات التي بدأت ترسل المواد الغذائية التي بدأت تصل إلى المأرب، أن هذه المناطق بالتحديد مديرية الوزعية موزع المخاضبات، هذه المناطق منكوبة بمعنى الكلمة. حدثني قبل ساعة أحد الإخوة أن في منطقة يغسل، ولعل الإخوة يسمعون بهذه المنطقة، قام الحوثيون بتدمير مشروع المياه الوحيد والذي يشرب منه ما يقرب من 1500 أسرة. هؤلاء الناس في مديرية يغسل لا يستطيعون اليوم أن يذهبون لكي يأتوا. دعني أعود إليك أستاذ أمين، يعني اسمح لي، عاد إلينا الأستاذ محمود سعيد. مساء الخير أستاذ محمود. أستاذ محمود هل تسمعني؟ مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ محمود. عملية إنسانية شاملة في اليمن كلفتها $1.5 مليار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني من دول التحالف، هل للساحل الغربي نصيب من هذه الإغاثة ضمن الخطة؟ والله لحد الآن وصلتنا الإغاثة من الهلال الأحمر الإماراتي فقط ومن مؤسسة يعني خيرية، لحد الآن لم يصلنا من هذه المساعدات ولا علم لنا إلا بالهلال الأحمر الإماراتي. نعم. وصل وبحاجة الناس طبعا في الساحل الغربي بعد التحرير، الناس منكوبين إلى أبعد حدود، يعني حالات جذرية. نعم، ما هو الوضع هناك أستاذ محمود؟ يعني هناك من يتحدث عن أن هناك يعني حالات من الأوبئة أو حالات فقر شديد في هذه المناطق التي يفترض أنها يعني أصبحت محررة والتي تعد تحت إشراف التحالف مباشرة. أكيد التحالف مجرد دخوله للقوقة أرسل أكثر من 7000 سلة غذائية طبعا عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، لكن حاجة الناس كما يعلم الجميع بأنه في الساحل الغربي خاصة في سهل تهامة والساحل هذه كانت قبل أيام تواجد الحوثيين كانت مجاعة، وقد كانت أعلنوها أنها اسمهم كوبا أو الساحل من كوب طبعا. فحاجة الناس يعني ما وصلت غير الهلال الأحمر الإماراتي، والناس في تزايد الناجحين يعني بلا مأوى، المواطنين كذلك يعتمدون على البحر الآن شبه متوقف، واسمه حاله مجرية.
نعم، هل لديكم تواصل مع الجهات المنظمة لهذه المساعدة الإغاثية التي تم الإعلان عنها في مأرب حتى يتم إمدادكم بما تحتاجونه؟ لحد الآن لا ما فيش أي تواصل مباشر. نعم، نتمنى أن يحدث هذا تواصل كامل من جهة معينة لها الهلال الأحمر الإماراتي طبعا. نعم، إذا نتمنى أن يتم التواصل معهم لأجل إمدادكم بما يعني في أقرب وقت ممكن. نتمنى يكون نعم. في أقرب وقت ممكن لأن الناس في حالة يعني لابد أيضا أنتم أن تضعوا الأرقام وتجهزوا الكشوفات ويتم التواصل بهم يعني حتى نعم. نتمنى احنا لدينا ارقام بس ارقام ارقام المال ارقام ارقام التليفونات او ارقام نعم. اعداد للناجحين. جميل، اذا اعانكم الله استاذ محمود سعيد، شكرا جزيلا لك مدير مؤسسات ينابيع الخير، كنت معنا عبر الهاتف من الخوخه. واعود اليك استاذ امين. استاذ امين، يعني اطلقت ربما الرساله للمنظمات الاغاثيه التي عليها ان تعمل في هذا المجال خاصة في المناطق التي لم تصل إليها بعد، هناك يعني حدثنا يعني تحذيرات كثيرة من خطر مجاعة تهدد الوازعية والمشاولة أيضا والمناطق المجاورة، يعني هل وصل هذا الأمر للتحالف للحكومة الشرعية؟ هل توصلون صدى المواطن يعني هناك وما يحتاجه؟ العزيزة، نحن في مديرية الوازعيات تحديدا وفي المناطق المجاورة لها في أكثر من مرة قمنا بنداء استغاثة إلى أكثر من جهة، ونادر ما يتم تلبية هذه الاستغاثة أو هذه النداءات لعدة أسباب. السبب الأول أن مناطقنا جغرافيا وتضاريسها وعرة جدا لا يستطيع الوصول إليها إلا بالكلفة الشاسعة، ولهذا تضطر بعد المنظمات العاملة والجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال الإغاثة أن تذهب إلى أقرب تجمع سكاني للنازحين ثم تعطيهم ذلك ثم تعود أدراجها. أختي العزيزة، هناك مشكلة يعاني منها الكل اليوم التي هي رواتب الموظفين المدنيين، وليكن في علم الجميع أن مديرية الوازعية تعتمد بشكل كبير جدا يصل إلى 70% على الموظفين سواء كانوا في تلك المدينة أو في العسكري، سواء كانوا متقاعدين أو عاملين في الميدان. ومع ارتفاع أختي العزيزة أسعار العملة الصعبة وارتفاع الأسعار التي بدأت التي وصلت إلى شكل خرافي، لو تحدثت إليك هل تعلمين أختي العزيزة أنه يصل كيس الزفيف سعره في مديرية الوازعية من 10 إلى 12 ألف ريال. هذا قد لا يكفي الأسرة، ولا طبعا عندنا في المديرية الوازعية تمتاز بكفاءة. نعم أستاذ جمال، عفوا أستاذ أمين. 13 طفل، كم سيكفي هذا الكيس من الدقيق؟ هذه الأشياء كلها اليوم أضعها أمام المنظمات الدولية وأمام التحالف العربي من أجل القيام بحملة غذائية إيوائية صحية تعليمية تدريبية تأهيلية لأبناء مديرية الوزعية على كل الأصعدة. ومن هذا المنطلق ما علينا إلا أن نطلق نداء آخر وثالث ورابع، ولكننا جميعا في العزيزة اليوم نعول بالأخ الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة، والذي كلنا في سعي نعول على هذا الرجل، والذي نتمنى من الله عز وجل أن يكلل أعماله بالنجاح والتوفيق. نعم أستاذ أمين، يعني أخيرا يعني ما هي أبرز المراكز الإغاثية والمنظمات العاملة في الريف لديكم؟ بالنسبة لمديرية الوزعية تحديدا مركز الملك سلمان، وهذا المركز في هذا العام لم يبدأ حتى هذه اللحظة من أجل القيام بمهامه، ولعلنا في بداية العام وربما سيأتي لاحقا. في هناك بعض المنظمات مثل مؤسسة فجر الأمل الأستاذ حياة السبحاني جزاه الله خيرا، أكثر واحدة تعمل في هذا المجال، كنت معها قبل حوالي شهر في منطقة رأس العار النازحة الوازعية، اشتغلت هناك، وفي الأسبوع قبل الماضي انطلقت إلى المخا، وهي أيضا لا تقصر في هذا المجال جزاها الله خير، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أمين المشولي الرئيس الدوري لتحالف القوى السياسية الإسناد الشرعية بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.